আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত। নেক আশাগুলো পূর্ণ হবে, আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গাইবে সাহায্য আসবে, রিজিক জোয়ারের মতো আসবে, সকল বিপদ ও মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পাবে, জিন শয়তান বদনজর কুফরি কালো জাদু মানসিক দুশ্চিন্তা সকল সমস্যা থেকে সাথে সাথেই মুক্তি পাবেন ইনশাআল্লাহ। এই পাওয়ারফুল কায়াটা যদি সকাল ও সন্ধ্যা শুনতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমি শুরু করছি তেলাওয়াতটি, আপনারা সকলে সকাল ও সন্ধ্যা এই তেলাওয়াতটি শুনবেন। তাহলে শুরু করছি, সকলে শুনতে যেমন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু।